بونجور جدا وصباح الهنا والرزق واخر الاسبوع وعشر الصبح في الاهلي. وقبل ما ابدا خليني اقول لحضراتكم ان انا كان ليا مكالمه النهارده الصبح مع زميلي العزيز كريم كوجك، والحمد لله هو يعني بيتحسن وباذن الله يكون معانا يعني الحد القادم ويرجع مكانه مره ثانيه وينورنا اكيد في عشر الصبح في الاهلي. دي بدايه كده. حاجه ثانيه، خليني زي ما انا متعوده مع حضراتكم ان احنا ننوه عن الفقرات اللي معانا. فقره اولى هيكون منورنا كابتن ماهر همام نجم الاهلي السابق، وعندنا ملفات كثيره واستفسارات كتير وعناوين كتيرة أكيد حابين إن احنا نناقشها معاه. فقرة تانية هتكون الفقرة الصحية أو الطبية، ومعانا دكتور علاء الدين أحمد هو أخصائي التغذية العلاجية. برضو لحضراتكم حابين تستفسروا عن أي شيء تقدروا تبعتوا لنا دلوقتي أو من دلوقتي على يعني الصفحة بتاعة الأهلي تي في. طيب أنا هبدأ كلامي لو تسمحوا لنا وهتكلم عن الماتش إن شاء الله اللي عندنا النهاردة أمام المقصة، وهنتكلم كده شوية كلام بلغة أرقام. برضو احنا قلنا احنا ما عندناش أكيد أي فرصة أو رفاهية أصلا إن احنا نهدر أي نقطة، دي كده حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها وأعتقد اللعيبة عارفينها قبلينا. يعني أي لاعب دلوقتي، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، كل الناس دلوقتي عارفة إن ما عندناش أي فرصة لإهدار أي نقطة. خلاص الموقف صعب جدا اللي احنا فيه ده، لازم نبقى عارفين إن في طموحات قصاده الناحية التانية، في أمال للجماهير الناحية التانية إن احنا نستعيد مرة تانية لقب الدوري. احنا بقالنا 20 سنة، وبقول لحضراتكم حاضر أقول نفس الكلام ده، في دبانة سخيفة جدا يا جماعة. على كل حال احنا عندنا دلوقتي نقطة ان انت بقالك 20 سنة ما خسرتش دوري مرتين ورا بعض، فان شاء الله ده لا يحدث السنة دي او هذا الموسم، لان احنا ما ناخدش او مش واخدين على كده. كل الدعم باذن الله لفريقنا، كل الدعم باذن الله للفريق الفني او الجهاز الفني، وهيكون لنا اكيد كلام كتير جدا زي ما انا بتكلم او قلت عن الماتش خلال الفقرة الاولى. واهم حاجة واعتقد دلوقتي الكلام ده لازم يكون في اذهان جميع المشجعين، لازم يكون في دعم، لازم يكون في دعم، والدعم اللي بيمنحنا الجماهير او بيمنحه الجماهير للاعبين في الملعب اعتقد مهمه جدا، سواء في الملعب على فكره او خارج الملعب، من دلوقتي حتى على السوشيال ميديا، حتى في الشارع لما بنقابل ناس، حتى احنا من جوانا كده ما يبقاش عندنا روح انهزاميه. يا جماعه الكلام ده مهم جدا. النهارده المفروض ان احنا يعني هنستعرض مع بعض موقف طبعا الفريقين في الجدول، وخليني ابدا طبعا بالاهلي زي ما احنا متعودين. احنا في المركز الثالث زي ما حضراتكم عارفين برصيد 51 نقطه من خوض 24 لقاء، حقق فيهم الفوز في 15 وتعادل في 6 والخساره كانت في 3. طيب مباريات الاخر بقى او على الموقف الثاني، موقف المقصه هنا اعتقد ان كلنا عارفين ان موقفه صعب لان هو في المركز الاخير. طبعا ده الى حد ما هيصعب اللقاء، وحد يفتكر ان ده هيخليه لقاء سهل، على فكره ابدا ده هيبقى لقاء صعب جدا. ليه؟ لان دوافع الفريق اكيد كبيره جدا هنا، فكره الرغبه في حصد الثلاث نقاط كمان هربا من شبح الهبوط كده زي ما بيتقال هتبقى عاليه جدا. الفريق اكيد بيمتلك 15 نقطه من خد 26 ماتش زي ما احنا عارفين بلغه الارقام، فاز في ماتشين، اتعادل في 9، خسر في 15، طبعا ده نسبه او رانكينج مش حلو ابدا. كابتن تامر مصطفى على الصعيد برضو آخر اللي بيقود الفريق هو هيحاول النهارده ان هو ينقذ المقصه من الهبوط للدرجه الثانيه، فاكيد اكيد مش هيكون ماتش سهل يا جماعه ابدا. محدش يفتكر ان احنا داخلين والفوز او كارت الفوز او الثلاث نقاط في جيبنا، مفيش الكلام ده ابدا. ريكاردو سواريش على الناحيه الاخرى اعلن قائمه الفريق واللي ضمت، خليني اقول لحضراتكم برده عشان تطمنوا، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ومحمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، واليو محمد مجدي قفشة، محمود وحيد، علي معلول، محمد محمود، كريم فؤاد، وميكسيوني، ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر، ومحمد فخري، وزياد طارق. طبعا قائمة يعني كل اسم فيها اسم كبير جدا، كل اسم فيها قدم للنادي الأهلي كتير جدا، كل اسم فيها شارك في بطولة قدمت للأهلي، في مجهود كان بذل على الأرض، في تعب كان موجود، في يعني إخفاقات برضو، في ضغوطات، يعني كل اسم مر مع النادي الأهلي بقصة كبيرة جدا. فخلينا نديهم كل الكريدت، كل التحية وكل الثقة أرجوكم بإذن الله النهاردة وكمان في الماتشات اللي جاية، ده مهم جدا جدا. خلينا نروح بقى ل يعني هنسيب شويه كره القدم وخلينا نروح لصفقه من صفقات النادي الاهلي تحديدا في كره السله، سله الاهلي دلوقتي عايزه اقول لكم الفريق بتاعها تقيل قوي، لا تقيل قوي، وفي تطور ملحوظ على الارض في الفتره الاخيره من خلال كمان الارقام، يعني احنا مش بنتكلم كده بنقول خلاص اداء وخلاص، لا من خلال الارقام كمان. امبارح كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي اعلن
الاتفاق على ضم المحترف والتر هوتش ده لصفوف الفريق الاول لكره السله رجال، هيبقى ان شاء الله من بدايه الموسم الجديد. اللاعب مفروض ان هو هينضم لمده موسم واحد لحد دلوقتي، محدش عارف بعد كده ايه اللي هيحصل، طبعا في اطار جهود مجلس الاداره وبرئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب لتلبيه احتياجات الاجهزه الفنيه طبعا لمختلف فرق النادي الرياضية، واللي بتطالب بأي حاجة زي ما بيتقال الإدارة أو مجلس الإدارة ما بيتأخرش. أي لعبة، أي رياضة، أي مشكلة في أي رياضة في النادي أو أي شيء، الجهاز عندنا أو الإدارة بتحلها على طول. اللاعب كمان خليني أقول لحضراتكم لاعب تقيل، هو هيمثل إن شاء الله إضافة مميزة للفريق، والتعاقد معاه جاء طبعا بناء على ترشيح من جانب الإسباني أوجاستي بوش المدير الفني للفريق، واللي كلنا عارفين منذ قدوم أوجاستي بوش برضو التطور الملحوظ اللي على الفريق ظهر بشكل كبير جدا. أوجاستي بوش من المدربين التقال قوي قوي، واللي عنده سي في حلو قوي، واللي من ساعه قدومه فعلا للنادي الاهلي عمل طفره كبيره جدا كمان بين نفسيه اللاعبين، اداء اللاعبين، ثقه اللاعبين في الارض او في الملعب. يعني كل التوفيق ان شاء الله، احنا متفائلين جدا بكمان الصفقات اللي عماله ان هي تتم باذن الله، ده ياخدنا لرانكينج تاني خالص مع النادي الاهلي في الرياضات المختلفه. من ناحيه تانيه برضو عشان نبقى عارفين اللاعب وهو جاي هو برضو حاسس بايه او شعور ايه، هو عبر عن سعادته بالخطوه دي واكد ان هو بيشعر بحماس كبير لخوض هذه التجربه مع النادي الاهلي، وقال انا لدي طموحات كبيره حاسعى لتحقيقها مع النادي الاهلي العريق، وانه بيرغب في خوض تحدي جديد مع الفريق والمنافسه كمان بقوه على الفوز بكل البطولات خلال الفتره المقبله. وقال ان أوجستي بوش بيعرف جيدا قدراته ومدى اجتهاده في التدريبات والمباريات، وانه متشوق لبدء هذه التجربه والانضمام للتدريبات مع بقيه اللاعبين. ده كلام محترم جدا. تعالوا بقى نروح للخبر اللي اعتقد العالم كله تابعه، كل زملائنا الاعلاميين طبعا اول ما الخبر انتشر اتكلموا فيه وناقشوه على السوشيال ميديا، اخذ يعني رواج كبير جدا، لان محمد صلاح زي ما حضراتكم عارفين رشح للحصول على جائزه الشخصيه الرياضيه الافضل في بريطانيا لعام 2022. وعايزه اقول لكم منظمه يعني اثناسيتي اووردز، دي منظمه كبيره جدا اثناسيتي اووردز في انجلترا، واسماء كتيره جدا برضو مرشحه معاه واسماء تقيله في انجلترا، فاعتقد دي حاجه مهمه جدا. 10 رياضيين كمان سيتم التنافس معهم بقى. القصه هنا برضو خلي بال حضراتكم هتبقى بناء على تصويت الجماهير، فمحمد صلاح واحد منهم. اعتقد ان دي حاجه كبيره جدا، اضافه كبيره جدا، نتمنى باذن الله ان الفوز يكون او يعني الاورد دي تكون من صالح او من نصيب محمد صلاح، لان اعتقد دي حاجه هتكون يعني مشرفه لينا كلنا، مش هتبقى اد فاليو زي ما بيتقال محمد صلاح فقط، دي هتبقى اد فاليو لكل المصريين. بالتوفيق ان شاء الله لصلاح. خلينا كده ننتقل برضو يعني عربيا، امبارح توج، وافريقيا امبارح توج فريق الهلال السوداني بالدوري في النسخه الجاريه لموسم 2021-22 بعد ما حقق الفوز على توتي العاصمي، ده كان بثلاث اهداف من دون رد ضمن مباريات الجوله الاخيره. ماتش كان حلو قوي، خليني اقول لحضراتكم ماتش بصراحه كان حلو جدا، والهلال فاز باللقب الموسم الثاني دلوقتي يعتبر على التوالي، والرقم 29 في تاريخه معززا طبعا كده رقمه القياسي في البطولة. وبالفوز ده رفع الهلال رصيده ل 77 نقطة في الصدارة بلغة الأرقام بعد 30 جولة من الدوري السوداني، بعد ما تجمد رصيد المريخ عند 19 برضه لحضراتكم متابعين، واحتل المركز الثاني للمرة ال 24 في تاريخه. ماتش حلو جدا، مبروك لفريق الهلال السوداني، فريق تقيل، احنا يعني لعبناهم قبل كده وفريق فعلا تقيل، وفريق عنده طموح، في فرق كده تحس ان هي عندها طموح، بتحب ان هي تطور من الكورة بتاعتها، الهلال السوداني من الفرق دي فعلا. خلينا نروح فاصل سريع لان اخبارنا لسه ما خلصتش ونرجع نكمل. خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح ونتكلم شويه عن بعض الصفقات برضو والميركاتو الصيفي. اعلن نادي باريس سان جيرمان يعني حامل لقب الدوري الفرنسي تعاقده مع المدافع الفرنسي نودي موكالي من صفوف ليسبرغ الالماني، واللاعب ده لاعب برضو زي ما بيتقال كده هو لاعب تقيل جدا، هو المفروض ان هو غاب عن استعدادات فريقه للمواجهه امام بايرن ميونخ في كاس السوبر الالماني، وفي نفس الوقت ده تردد كلام مفروض سابق عن سعي تشيلسي الانجليزي اللي ضم
موكالي، لكن اللي حصل في الاخر ان باريس سان جيرمان يعني في النهايه خلص الصفقه وضم اللاعب اللي عمره 24 سنه وقيمه، او ده الكلام لحد دلوقتي المتردد، ما فيش يعني معلومه اكيده، بس اتقال ان قيمه الصفقه دي هتكون 16 مليون يورو. طيب ده باريس سان جيرمان. خلينا نروح لصحيفة ذا سان الإنجليزية اللي برضو قالوا أو أعلنوا على أن التيشيرتات اللي هي برقم 7 طبعا بيحمل اسم الأسطورة أو رقم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو اتباعت كلها من المتاجر في يعني ألمانيا. وعايز أقول لكم عفوا المان يونايتد عفوا، وعايز أقول لكم رغم أن الكلام اللي مفروض أن هو متداول حاليا والمفاوضات عن رحيله، لكن أعتقد أن ده ما أثرش تماما في فكرة هنا فرصة بيع التيشيرتات بتاعة رونالدو. يعني مفروض الناس كانت تتوقع العكس، خلاص لو هو هيرحل الناس بتشتري التيشيرت بتاعته ليه أصلا وهي برقم كبير زي ما حضراتكم عارفين، لكن العكس هو اللي كان صحيح. هي يعني خلصت من أصلا يعني الستور زي ما بتقالوا. في كل الأحوال ما زال عندنا أو بيبقى رونالدو هو يعني عنده عام مفروض فاضل في العقد بتاعه مع مانشستر يونايتد، لكن محدش عارف بقى هو هيكمل ولا مش هيكمل، هل هو هيجدد ولا مش هيجدد. يعني كلام كتير جدا تردد، وفي كلام برضو زي ما حضراتكم اكيد سمعتوا ان في ناس بتقولك لا هو هيروح لبرشلونة. يعني على كل حال رونالدو اسم كبير جدا، نتمنى ليه التوفيق، لان زي ما بيتقال كده اللاعب لما بيكبر برضو او هو لو لاعب تقيل وبعدين هو خلاص مفروض هيعتزل، الناس بتبقى حابة قوي ان هو يعتزل بافضل صورة ليه او باحسن صورة ليه. لسه في كلام كتير على رونالدو واتس نيكست زي ما بيتقال، لكن اكيد في الايام القليلة اللي جاية هنبقى عارفين ايه بالظبط اللي هيحصل او هو ايه هو مصير يعني رونالدو، لكن اكيد اكيد مش ما اعتقدش ان هو هيكمل مع مانشستر يونايتد. على كل حال تعالوا بقى نروح دلوقتي لان معانا سكايب مهم جدا، ومنضم لينا عبر السكايب الدكتور عادل كريم الناقد الرياضي، وهنقرا في اهم الاخبار الرياضيه طبعا في الصحف والمواقع. يا دكتور عادل بونجور، صباح الخير. بونجور يا تهوان، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك، مبسوطه ان حضرتك معانا بجد، ومعانا يعني منشطات مهمة جدا. خليني أبدأ مع حضرتك من في الجول، والعنوان كده كالتالي: راي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري بيقول عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر. خلينا أصلا في البداية كده أخد رؤية حضرتك دكتور عادل من التعاقد أصلا مع روي فيتوريا، ومرة أخرى بنعيد برضو التجربة البرتغالية، وهل فعلا هي قادرة على تطوير الكرة المصرية؟ لأن أنا أعتقد أن احنا محتاجين حد يطور من الكرة المصرية يعني بشكل عاجل كمان. أكيد طبعا، يعني روي فيتوريا اسم كبير له تاريخ كويس جدا مع بنفيكا ومع الأندية اللي قادها في أكتر من مكان. هي يمكن كان بس الكونسيرن الوحيد أو الخوف الوحيد عند الناس أنه هو أول تجربة ليه مع المنتخبات، وكل تجاربه كانت مع الأندية، لكن هو نفسه كان متحمس جدا، وبدليل أنه هو قال في المؤتمر الصحفي أنه هو قلل من مرتبه وقلل من طلباته المادية عشان هو متحمس لتجربة انه يقود منتخب مصر في الوقت ده. اعتقد التجربة البرتغالية دلوقتي اصبحت موجودة يمكن في اكتر من مكان في الدوري المصري، موجودة مع النادي الاهلي، موجودة في الزمالك، موجودة في مع المنتخب، موجود في امبي، موجود حتى في فاركو. فعندنا فرصة ان احنا يبقى عندنا مثلا تجربة معممة، ممكن يبقى في تواصل بين كل المديرين الفنيين دول لخدمة المنتخب طبعا في الفترة اللي جاية. تحديات كتير لان كان الفتره اللي فاتت مش احسن حاجه، كان في بعض الارتباك اللي حصل يعني بعد كاس الامم وبعد الخروج من تصفيات كاس العالم. فاكيد فيتوريا قدامه تحديات كتير، هو ما بيضيعش وقت زي ما حضرتك قلتي، هو بدا فعلا يتابع ماتشات الدوري، المساعدين بتوعه موجودين وبيتابعوا ماتشات الدوري، هو هيبقى موجود المفروض في مصر على اول اغسطس. نتمنى ان شاء الله ان احنا الفتره اللي جايه، احنا يمكن ما عندناش ارتباط قوي لان ماتشات التصفيات اتاجلت بتاعه سبتمبر، هتبقى لسه في مارس اللي جاي، فهيبقى عندنا اجنده دوليه ممكن ان احنا نستفيد منها. اعتقد قبل كاس العالم كل المنتخبات اللي في كاس العالم هتحتاج تلعب مباريات وديه، اتمنى ان احنا نستفيد من الاجنده دي، وان شاء الله مع عوده التصفيات باذن الله يبقى ربنا يسهل باذن الله ان شاء الله. طيب انا هروح مع حضرتك برضو سريعا لان عندنا منشطات كتيره للشروق، والعنوان بيتكلم عن برشلونه بيعلن موعد تقديم ليفاندوفسكي في كامب ناو، طبعا ملعب يعني كامب ناو، والصفقه دي اللي هي كانت يمكن الصفقه الابرز حاليا في الميركاتو الصيفي بنتكلم، وناس كتيره يعني قالت لك هو ده
يمكن خطوة جيدة جدا لليفاندوفسكي، لكن هل هي الخطوة الكافية لبرشلونة ولا لا؟ أو هل هناك مثلا حديث على ضم مرة أخرى بعض اللاعبين الآخرين أو عودة بعض اللاعبين؟ وده خبر جاي معانا، وأنا بختص هنا ميسي وخبر كده كده جاي معانا، فخلينا نعرف من حضرتك برضو دكتور عادل، اتفضل. هو يمكن برشلونه قدم ليفاندوفسكي 7 مرات لغايه دلوقتي، هم فرحانين بالصفقه زياده عن اللزوم، يعني كل يومين يعملوا فيديو تقديم ليفاندوفسكي. دي حقيقه. لكن هو طبعا هيقدمه للجمهور بعد العوده، لان هو دلوقتي حاليا برشلونه في الولايات المتحده في التور اللي بيتعمل هناك، ولسه كان بيلعب مع يوفنتوس يمكن الفجر النهارده، تعادلوا 2-2، فهيبقى ده تقديم للجمهور في كامب نو طبعا لما الفريق يرجع تاني استعدادا لبدايه الدوري الاسباني اللي هو ان شاء الله هيكون 13 اغسطس. فاعتقد الصفقه كانت مهمه جدا، لان هي بتثبت يعني بعيدا عن كره القدم كمان طبعا ليفاندوفسكي طبعا هو احسن لاعب في العالم اخر سنتين وهداف عظيم جدا مع بايرن ميونخ، لكن هي بعيدا عن النقطه دي هي بتثبت ان برشلونه بعد الازمات الكبيره جدا اللي كانت عنده ماديا ورياضيا وكان في مشاكل قاسيه جدا ادت لرحيل ميسي وادت للاستغناء عن عدد كبير من اللعيبه ومطالبه بقيه اللعيبه بتخفيض رواتبهم لان كانت ازمه ماديه عنيفه صحيح. جدا. ففكره ان اللعيب زي ليفاندوفسكي يبقى موجود في البارسا ده بيدي امبريشن للناس ان احنا لا احنا لسه نادي كبير، اي لعيب في العالم يتمنى يبقى موجود عندنا. ليفاندوفسكي نفسه تمسك بالموضوع بقوه جدا لان كان عقده لسه فيه سنه مع بايرن ميونخ، لكن هو تمسك بالانتقال لبرشلونه وتم الاتفاق اخيرا بعد شد وجذب كتير جدا بين بايرن ميونخ وبارسا على ان هو ينتقل. عشان كده يمكن الصفقه واخده حجم كبير، وهو طبعا لان زي ما كنا بنقول ليفاندوفسكي واخد البالون دور السنه اللي قبل اللي فاتت، كان افضل لاعب في استفتاء الفيفا لسنتين، فاعتقد انه فعلا صفقه تستحق كل هذا الصخب يعني. طيب سؤالي هيبقى مرتبط بالخبر اللي جاي شويه، لان سبورت 360 بيتكلم عن موقف ميسي من العوده لبرشلونه، هل فعلا ممكن ان هو يرحل عن باريس سان جيرمان ويعود مره ثانيه لبرشلونه؟ ده السؤال الخاص بالخبر ده. السؤال الخاص بالخبر الثاني واللي مربوط بيه هو اصلا برشلونه حتى مع صفقه ليفاندوفسكي هل هي كافيه لعوده مره ثانيه برشلونه لمجدها؟ لان كان موجود ميسي وكان في ازمه ماليه زي ما حضرتك اتكلمت، وهي ربما لم تحل يعني برضو بشكل كبير، ما زال برشلونة بيعاني من أزمات برضو مالية مش زي الأول، بس ما زال برضو عنده مشاكل، فهل صفقات برضو بأرقام كبيرة هتحل ولا هتزيد من الأزمة؟ تفضل. طيب نبدا من الاخر، هو مش هو ليفاندوفسكي جه، رافينيا كمان جه من ليدز، فرانك كيسي من ميلان، اكتر من صفقه ضمهم برشلونه في محاوله ان هو يستعيد مره اخرى زمام الامور ويستعيد ثباته بعد موسم يعني يعتبر كارثي بالنسبه لجمهور برشلونه. لكن انا شايف ان لسه في حاجات كتير محتاجه تترمم في برشلونه، بينما منها نقطه الدفاع، لان برشلونه بقى له اكتر من 4 5 مواسم عنده مشكله كبيره جدا في الدفاع، وهو دايما بيضم لعيبه مهاجمين وما بيفكرش في حته الدفاع دي. هنشوف هو يمكن ضم كريستنسن من تشيلسي، كانت صفقه انتقال حر يعني، لكن لسه في كلام كتير على جول كاندي لا المدافع بتاع اشبيليه، لسه في كلام على تدعيمات اكتر. اعتقد المشروع اللي عامله تشافي تحديدا من ساعه ما مسك تدريب برشلونه هياخد شويه وقت، لكن هو شايف ان هو ماشي بخطه صحيحه. بالنسبه لموضوع ميسي اعتقد مش هيبقى السنه دي خالص، لان حتى كلام لابورتا رئيس برشلونه وكلام تشافي ان هم يحلموا ان ميسي يرجع مره ثانيه وينهي مسيرته مع برشلونه مش مع باريس سان جيرمان، لكن مش الموسم ده، لان هو عقده مع باريس سان جيرمان موسمين يخلص بنهايه الموسم ده. كان في كلام ان بي اس جي عرض على ميسي تمديد العقد، لكن هو رفض اي كلام غير بعد كاس العالم، فلسه بنتكلم في ديسمبر اللي جاي. هل ممكن يرجع برشلونه؟ كل شيء وارد، لكن في الوقت الحالي الكلام كله حتى اللي خارج من معسكر ميسي كمان ان هو ما بيفكرش في الخطوه دي خالص، لان هو لسه حاسس بحزن يعني من اللي حصل معاه من لابورتا ومن اداره برشلونه، ما كانش عايز يمشي، هو اضطر نتيجه الظروف. طيب قبل ما اروح للمانشات الاخير معلش خلينا كده نحلل شويه، لان باريس سان جيرمان مش من النوادي اللي المفروض متوقع ان اسامي يعني نجوم ينضم ليها ويفكروا في الرحيل قبل انتهاء عقدهم، لان بتتكلم عن راس المال، هنا راس المال بتلعب دور كبير جدا وموفرين كل حاجه تقريبا للعيبه، فايه اللي بيحصل يعني ليه بعض النجوم اللي انضمت بقت في حاجه او بتفكر ان هي ترحل عن بي اس جي؟ غريبه دي شويه. هي لان زي يعني طبعا من الناحيه الماديه مفيش اي مشكله، لان يمكن في ناديين في العالم ما عندهمش اي مشكله ماديه، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، لان هم انديه مملوكه لدول مش لنادي يعني مش لاداره نادي، فهم ما عندهمش اي ازمه ماديه من الناحيه الماديه دي خالص.
الناحيه الثانيه يمكن اللي بتخلي اللعيبه تفكر زي ما حضرتك قلتي ان هو شايفين ان الطموح عندهم مش واصل لاعلى درجه. باريس سان جيرمان رغم كل النجوم اللي بيضمهم كل سنه دي مش قادر حتى يوصل للشامبيونز ليج حتى السنه اللي فاتت، رغم ضم ميسي وراموس ودوناروما وكان الناس بتتكلم ان خلاص بي اس جي محدش هيقدر يقصده وخرجوا من دور ال 16. بالظبط يعني بالظبط حاجه محبطه جدا لجمهور بي اس جي وللناس وحتى للعيبه اللي موجوده، لان اي لعيب بيجي جنب انه بيفكر ماديا يعني هو بيفكر برضه في المستقبل بتاعه كبطولات. هو خلاص الدوري الفرنسي اصبح هم بياخدوه وهم حاطين رجل على رجل، يعني مش ما فيش مشكله. فالطموح الاكبر هو الشامبيونز ليج اعتقد. يمكن هم كل سنه بياكدوا ان لا والسنه دي الدنيا مختلفه، وده كان يمكن السبب الرئيسي في ان كيليان امبابي جدد مثلا وعرض ريال مدريد رغم ان كان خلاص هو على ابواب ريال مدريد يعني. بالظبط. فاعتقد السنه دي ممكن تكون مفصليه شويه، لان سامعين كلام ان نيمار عايز يمشي، ميسي عقده هيخلص مع نهايه الموسم، مفيش حتى صفقات كبيره انضمت السنه دي على عكس ما الناس كلها كانت مستنيه ان في كل سنه في هو ضم يا سبورتس دكتور يعني. عادل كل الاسماء، صفقات كبيره اكتر من كده هيضم مين؟ تقريبا كل الناس عنده يعني، فاضل محمد صلاح يمكن يعني، وده طبعا مستبعد جدا. لا في ليفربول لا، مش خلي صلاح عندنا مش يعني على كل حال. طيب اللي هروح مع حضرتك للخبر الاخير من اليوم السابع، ما زلنا بنتكلم عن الميركاتو، وفكره هنا تشيلسي اللي بيفكر في ضم هاري كين. هاري كين اسم كبير جدا جدا ومؤخرا لمع بشكل يعني ملفت، راي حضرتك في صفقات هنا برضو الدوري الانجليزي ايه؟ هي فكره صفقه تشيلسي او تشيلسي بيفكر في هاري كين، هو هاري كين من الموسم اللي فات كان عايز يمشي من توتنهام برضو مش ازمه ماديه، لان توتنهام من الانديه الغنيه، توتنهام ما عندوش اي مشاكل ماديه خالص. لكن هو كان هاري كين هو هداف الدوري الانجليزي السنه اللي قبلها، يعني مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها، وهداف المنتخب الانجليزي وكابتن منتخب انجلترا. هو كان شايف ان توتنهام ما بينافسش على بطولات، هو ممكن يكون موجود في التوب فور لكن ما بينافسش على بطولات، كان عايز ياخد تجربه ثانيه، كان قريب جدا من مانشستر سيتي لكن الموضوع ما كملش في الاخر، كمل مع توتنهام. لكن في الوقت الحالي رجع تاني كلام ان هاري كين بيفضل يخوض تجربه تانية، لكن اعتقد ان توتنهام مش هيبيع لاي نادي في الدوري الانجليزي. يعني هو رفض السنه اللي فاتت تماما فكره مانشستر سيتي، هيرفض تماما فكره تشيلسي برضو، لان هو شايف ان كل الانديه دي منافسه معايا، سواء حتى لو ما كانش على اللقب على التوب فور، لان التوب فور مهمه جدا لانه بيوصل بيها للتشامبيونز ليج. كان في كلام ان بايرن ميونخ بدا يفكر في هاري كين عشان يبقى بديل لليفاندوفسكي، ونجلس من نفسه مدرب بايرن ميونخ قال انه بيقدر جدا هاري كين يعني هيبقى سعيد لو تعامل معاه. لكن برضه توتنهام السنه دي ضم صفقات كتير جدا، ضم حوالي 6 صفقات واسامي تقيله، فاعتقد انه مش هيسيب نجمه الاول في وقت زي ده، لان هو بيفكر في المنافسه، بيفكر في انه يبقى موجود دايما في دايره القمه في الدوري الانجليزي. هيجي يتكلم على صفقات في الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي هيفضل هو اهم واقوى دوري في العالم في الوقت الحالي. كل الانديه الكبيره يمكن جابت لعيبه على اعلى مستوى، ليفربول جاب داروين نونيز مهاجم بنفيكا في صفقه تاريخيه بالنسبه للنادي، ايرلينج هالاند طبعا انضم لمانشستر سيتي، ارسنال عامل اكتر من صفقه بشكل محترم جدا وارتيتا بيحاول يكمل المشروع بتاعه، يونايتد يعني جاب اريكسن وجاب تايرا مالاشيا وبيحاول يحافظ على كريستيانو رونالدو بعد الاجتماع اللي قيل انه اتعمل امبارح في النادي بين كريستيانو وبين الوكيل بتاعه وبين اداره النادي، وقالوا ان كمان سير اليكس فيرجسون حضر الاجتماع ده. فكل الانديه بتحاول ان هي تدعم، هنشوف موسم اعتقد قوي جدا بدايه من السبت الجاي من ماتش الدرع الخيريه بين ليفربول وسيتي، وبعد كده السبت اللي بعديه ان شاء الله او الجمعه اللي بعديها بدايه الموسم. كل الانديه في انجلترا دعمت بشكل محترم جدا، واعتقد الموسم السنه دي هيبقى كمان يعني قوي هو جدا. مش محتاج يبقى اقوى من كده، بس هو غالبا يعني دكتور عادل بجد انا بشكرك، انا استمتعت شخصيا حقيقي بقرايه الصحافه مع حضرتك، بشكرك جدا ولنا لقاء اخر باذن الله. طيب احنا هنروح لاخر حاجه معانا في الفقره الاولى، تقرير اللي طبعا تمارين جديده مع كابتن حسام الفيل، وكل مره هو او كل حلقه بيحضر لنا تمارين مختلفه في اجزاء مختلفه من الجسم. هنشوف هو محضر لنا ايه النهارده، وهنروح تحديدا معاه للفرع بتاع الشيخ زايد في هذا التقرير. بعد كده فاصل ونرجع عشان ينضم لينا كابتن ماهر همام، خليكم معانا. صباح الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركه. حلقتنا النهارده عن تمارينات لكبار السن، مرحله كبيره جدا ومهمه جدا بالنسبه لهم، اللي احنا دايما بننسى اللي احنا نمرن او نخليهم يتمرنوا اللي هي الناس اللي هي بتبقى كبيره في السن، ونهتم دايما بالشباب والاطفال مع ان ده مهم بالنسبه لهم عشان يساعدهم على تنشيط الدوره الدمويه، وكمان هيساعدهم ان هم يتجنبوا كتير من الامراض زي امراض القلب والسكر والضغط
وحاجات كتير ومشاكل كتير ممكن تحصل لهم بسبب قلة النشاط وقلة الحركة عندهم. عشان كده دايما بننصحهم اللي هو يبداوا يعملوا ويمارسوا تمارين رياضيه حتى لو بسيطه في البيت، زي اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي، وهي كل اللي هنستخدمه هو كرسي في البيت متاح عند كل حد فينا. اهم حاجه اول ما قبل ما نبدا التمرين بتاعنا نتاكد من وضعيه الجسم بتاعنا. احنا بقى نكون قاعدين، ظهرك يكون مفرود، ركبتنا بتكون 90 درجه. هنبدا مع بعض التمرين، هنبدا من فوق. هنشتغل النهارده بس على الجزء العلوي. هبدا احرك راسي يمين وشمال، هنعمل 5 عدات كده في البداية، لأنه أكيد معظمهم ما بيتحركش كتير بقاله فترة أو مش بيعمل أي تمرين رياضي. برضه أنزل راسي لتحت والعكس، 5 عدات برضه. بعد كده ننزل على تمرين للتشست، أزق دراعي لقدام أوصل لغاية مستوى كتفي، وأنا بفرد دراعي لقدام بطلع النفس، باخد نفس تاني برضه 5 عدات. بعد كده نشتغل تمرين الكتف الجانبي، خلي ايده تطلع لغايه مستوى كتفه، ويعمل برده 5 عدات في الاول كده. برده هعمل تمرين للكتف الامامي، اخلي دراعي لقدام 2 3، دايما اخليه اركز اللي هو ظهره يكون مفرود. فكده شغلنا عضلات الكتف الامامي والجانبي. هدخل كمان تمرين الكتف الخلفي، اخلي دراعي قدام كده مستوى كتفي، وابدا ازق ايدي لورا 2. هنعمل برضو 5 عدات كده. شغلنا كمان الكتف الخلفي، ممكن اخد تمرين لعضلات الدراع البايسبس، خلي دراعي لقدام وخلي يسحب دراعه كده اللي عنده قدام، برضو نعملها 5 عدات. احنا كده يعتبر شغلنا معظم جزء العلوي. اهم حاجه برضو نصيحه لهم في الاخر عن النظام الغذائي بتاعهم، نهتم لهم اللي هم يشربوا ميه كتير على مدار يومهم، ندخلهم الخضروات والفواكه حتى لو بنسبه بسيطه في يومهم. الحاجات دي هتساعدهم جدا اللي هم يكونوا بصحه كويسه ويكون بشكل كويس، ويساعدهم افضل على حالتهم النفسيه اللي هي تكون احسن وافضل. نتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله الجزء الثاني نبقى نعمله على الجزء السفلي. برحب بحضراتكم اكيد في اول فقره حواريه، واللي منورنا فيها كابتن ماهر همام، وهنتكلم في ملفات كتيره جدا خاصه اكيد بنفسنا بالنادي الاهلي. بس واحنا بنتكلم لازم نحط في الحسبان كده كام نقطه، منهم ان انت بتمر بفتره صعبه سواء في الفريق دلوقتي او على الصعيد الاخر في فكره الحملات اللي عماله يعني شغاله نار زي ما بتقال على النادي الاهلي، واللي احنا عارفين اسبابها بالمناسبه. يعني مش هطلع دلوقتي اقولها هو بيحصل معانا كده ليه، لا هو بيحصل مع الكبير دايما كده. لما انت تبقى الكبير لازم بيحصل معاك كده. انت لو حد نكره، لو حد بتاخد بطوله كل 10 سنين ما حدش هيركز معاك، انت اللي بتركز مع غيرك. لكن النادي الاهلي عمره ما عمل ده، النادي الاهلي مركز مع نفسه، عشان كده هو الكبير، عشان تاريخه، عشان بطولاته، وعلشان حاجات كتيره جدا هو الكبير. فالكبير دايما بيحصل معاه كده. صباح الفل يا كابتن همام، وانا هبدا لو تسمح لي طبعا. انا برحب بحضرتك ومنورنا، وهبدا من النقطه دي لو تسمح لي، لان الموضوع مش اول مره يحصل ومش اخر مره هيحصل، ويمكن حصل ايام حضرتك او جيل حضرتك كمان. خلينا نرجع شويه بالتاريخ وفكره استمراريه الحملات المضاده للنادي الاهلي، اللي زي ما تقول كان النادي الاهلي عامل مشكله لبعض الناس ما تفهمش فيه ايه، والمحاولات، معلش انا هستعمل هنا لفظ الغبية، المحاولات الغبية. ليه غبية؟ لأن مفيش ذكاء، أو الذكاء يكاد فيها معدوم من فكرة محاولة قلب الجماهير، جماهير النادي الأهلي عليه. عمرها ما نجحت يا جماعة. يعني عمر ما في حملة على مدار التاريخ كله، كابتن ماهر هيكلمنا عن الماضي، ما نجحت حملة من النوع ده. عمرك ما هتعرف يعني تقلب جماهير النادي الأهلي عليه، مش هتحصل مهما حاولت. فخلينا نبدأ من النقطة دي كابتن ماهر، وبعدين نتكلم طبعا في ماتش المقصة وغيره وغيره. شوف انا وده هرجع بالتاريخ لورا شويه. كل الظروف اللي بتمر بلاعبتنا ومجلس ادارتنا وجماهيرنا خلال هذه الفتره مرت بينا احنا كجيل السبعينات، اول جيل طبعا حط بصمه في تاريخ الكره المصريه بانجازاته باهدافه بقيادته خلال هذه الفتره. يعني عايز اقول مثلا ان مستر الدكوتي كان وقتها في جيل السبعينات 7 بطولات ورا بعض في 7 سنين. يعني يعني كل سنه احنا اللي بدعنا موضوع حته ان احنا ناخد بطوله الدوري العام 7 سنين ورا بعض. فدي برضك عملت مشكله من ضمن المشاكل اللي كان فيها احتقان بشكل كبير جدا على جيل العظماء، جيل السبعينات في هذه الفتره.
وعايز اقول لك ان احنا فتره 81 مع مستر كولوتشاي كنا خسرين الدور الاولاني، الفرق بيننا وبين المنافس التقليدي نادي الزمالك 8 بونت، وبدانا الدور الثاني بلايحه بقى فكر بقى يعني مسؤولين النادي الاهلي طبعا وقيادات النادي الاهلي، كابتن حسن حمدي كان مدير كوره وقتها مع مستر كولوتشاي، فلما رجعنا اجتمع بينا بعد نهايه الدور الاولاني وقال لنا انتوا عايزين ايه؟ فقلنا له عايزين الدوري. بالظبط. فقال الدوري، طب هنعمل روشيتا عشان نقدر ناخد الدوري. الروشيتا كانت عباره عن ايه؟ ان اليوم الكامل حضراتكم هتيجوا النادي من الساعه 8 الصبح وهتمشوا الساعه 7، لازم تهتم بتغذيتك بشكل كبير، لازم تنام 8 ساعات على الاقل، المباراه اللي جايه الدور الثاني كلها كؤوس. مفيش بونت يضيع. فكانت روشيتا جميله جدا بالنسبه لنا، وفعلا بقى الفتره دي حصل لما من اللعيبه الكبار، كان عندنا حاجه اسمها السته الكبار، كان الكابتن خطيب ومصطفى عبده وثابت البطل اسماء كلها يعني وصفت عبد الحليم وحسن حمدي ومصطفى يونس. فمن هنا كانت التجربه القاسيه اللي علينا، والفتره دي كان في ضغوطات زي ما انت ذكرت كده في بدايه كلامك على جماهير النادي الاهلي وعلى مجلس ادارته وعلى لعيبته وعلى الاجهزه الفنيه. لكن المعدن بقى، ومعدن واصل اللعيبه، ومعدن واصل مجلس الاداره، وطبعا وقيمه النادي الاهلي 115 سنه في التحديات والبطولات، قدرنا ان احنا نكسب البطوله ويبقى الفارق بيننا وبين المنافس التقليدي لينا نادي الزمالك 8 نقاط. هقول لك كمان، وانا مدرب ومساعد مع مستر هولمان 95 96، برده كان معانا مجموعه من العظماء من اللعيبه، كان حصل ان احنا بعد نهايه الدور الاولاني الفرق بيننا وبين نادي الزمالك بقى 12 بونت، وهنبدا الدور الثاني، وطبعا صعب 12 بونت او 13 بونت كان صعب جدا بالنسبه لنا. فكانت وقتها المرحوم ثابت البطل كان مدير كوره، نفس الخبرات اللي مرت علينا واحنا لعيبه، رحنا لغرفه الملابس وقفل علينا وقال لنا انتوا عايزين ايه؟ احنا قلنا للعيبه بقى، فاللعيبه قالت احنا عايزين الدوري، فقلنا لهم 1 2 3، اللي قالوا حسن حمدي. قالوا ثابت البطل، وفعلا قدرنا ناخد بطوله الدوري بفارق يمكن حوالي 10 بونت او 12 بونت. فدي كانت زي ما بقول لك من خلال التاريخ ظروف بتمر على اجيال، ومنها الفتره دي اللي بتمر على الجيل الحالي. عشان كده عايز اطمن جماهير النادي الاهلي واقول لهم ان دي كانت فترات مرت على الاجيال، لكن عظمه وقيمه النادي الاهلي نقدر نخرج ان شاء الله من هذا، انا بسميه الكيرف نزل بينا شويه، فنقدر نطلع تاني واحنا عندنا تحديات في العشر مباريات اللي جايين دول، ان شاء الله نقدر من خلالهم ان احنا نرد بقى على كل الحاجات اللي فيها ضغوطات على النادي، على المجلس وعلى اللعيبه وعلى طيب بمناسبه الكيرف زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي الكيرف نزل شويه، هو ده وارد في اي نادي في العالم؟ يعني اي نادي في العالم، سمي اي نادي دلوقتي ليه فترات بيبقى فيها اخفاقات وده طبيعي. لما انا اتكلم عن النادي الاهلي برضو ونتكلم عن الكيرف اللي نزل برضو، هرجع واستشهد مع حضرتك وتفكرنا بزمان او الاجيال القديمه لما حصل برضو شويه يعني هبوط في المستوى، ده كان راجع لايه؟ وفي نفس الوقت ازاي تم اصلاح الهبوط ده او يعني التقصير ده او المشاكل اللي بتبقى موجوده، خصوصا ان برضو لحضرتك تتفق معايا الظروف اللي الجيل الحالي بيعاني منها ما اعتقدش ان حضراتكم برضو واجهتوها بنفس المقدار، يعني في ضغوطات ربما تكون غير مسبوقه على هذا الجيل ما حصلتش على اي او ما عدتش على اي جيل في النادي الاهلي، برضو لازم نديهم حقهم. صح صح كلامك صح مظبوط، لان احنا وقتها كانت المباراة بتتلعب من الجمعة للجمعة، يعني عندنا 7 أيام أو 8 أيام تحضير للمباراة. النهاردة نهواند كل 3 أيام بالظبط، فاحنا عندنا 10 مباريات جايين هنلعبهم في حوالي يمكن شهر مثلا أسبوع أو 8 أيام، وده لود كبير جدا على اللعيبة. ثانيا اللعيبة دي بقالها 3 سنين ما بتريحش، خارجة من منتخب لنادي، البطولة العربية لكاس العالم للانديه لمنتخبات، فيعني احنا ما مرناش بالظروف دي بصراحه،
لكن هم عيني انا عذرهم بصراحه يعني، وشايف ان في لود جامد جدا عليهم من خلال هذه الفتره كمان يعني. هم مجهدين، وموضوع الاصابات اللي بتضرب النجوم، عندنا 11 لعيب مصاب في كل خط ثلاثه، ده انت عندك فريق يعني خط الظهر والهجوم والدفاع ونص الملعب، انت عندك اصابات في الفريق كله تقريبا، واصابات للاعيبه مؤثره يا نهوان، يعني لعيبه فعلا هتاثر معانا في الفترات اللي جايه، لعيبه كلها خبرات ولعيبه كلها مميزه اتصابت بسبب الاجهاد الواقع عليها بهذا الشكل. لكن عايز اقول لك ان خلال الفتره اللي فاتت دي كنا محتاجين في المباراه اللي فاتت ديت ان احنا نكسب 3 نقاط نفتح بس طبعًا. يعني نخش الاول نفتح الباب، وبعد كده ان شاء الله باذن الله الجهات هتبقى افضل. فكان بعض الضغوطات اللي وقعت على اللعيبه من خلال السوشيال ميديا، من خلال الجماهير، من خلال المباريات، من خلال الاخفاقات، فكان المباراه اللي فاتت دي تعاملنا معاها معامله باحترافيه. اللعيبه برضك حست بالوضع اللي احنا موجودين عليه، اللعيبه حست طبعا ان جماهير النادي الاهلي زعلانه منها، وهنا في وقفه لان الجماهير زي ما هي بتساند اللعيبه وبتفرح بيها وبتطيبها وتدعمها، برضك اللعيبه لازم حاسه بالجماهير اللي هي بتعتبر بعد ربنا سبحانه وتعالى في نجوميتها. فبدات اللعيبه تحس يعني، احنا حتى شفنا يمكن الجول اللي جابه رامي لو تفتكر، رامي ربيعه العصبيه وبلغه الكوره كده يعني، الزعل والضيقه اللي عليها رامي، وازاي بيشد لعيبته لازم نرجع نجيب التاني ونجيب التالت. من هنا رامي بيبعت اشاره لجماهير النادي الاهلي، ما تقلقوش انتوا معاكم رجاله، ان شاء الله باذن الله ان احنا الفتره الجايه دي نقدر يعني نقف على حيلنا ونقدر نفرحكم تاني. ودي سمه بقى نادي القرن وسمه لعيبه النادي الاهلي، يعني ده كلام محترم جدا. ودي العلاقة الدائمة ما بين الجماهير وما بين اللعيبة أو الفريق، والدعم المستمر رغم، حتى وقلنا الكلام ده امبارح، رغم غضب بعض الجماهير، لكن جماهير النادي الأهلي عمرها ما حتى وهي بتغضب ما بتكسر في الفريق عمرها. فتاني الحملات الإلكترونية اللي دايرة بشكل كبير جدا، اللي ما نعرفش بصراحة مين وراها تحديدا، بس اللي هي يعني منتشرة بشكل كبير جدا، ليس لها أي علاقة بجماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي لما حضرتك هتشوف تعليقاتهم الناس الأهلاوية هتلاقي أنه ممكن يزعل، بس عمره ما يكسر ولا يهين ولا يقلل من حد، ولا من النادي ولا من أي حد من الفريق. ده شيء ودي سمة عندنا على مدار التاريخ ومش هتتغير بالمناسبة. خلينا نروح فاصل ونرجع، لسه كلامنا كتير، فاصل سريع ونرجع نكمل مع كابتن ماهر. برحب بحضراتكم مره تانية، وكابتن ماهر همام لسه منورنا. وخلينا نخش في الموضوع بقى على طول، لان احنا دلوقتي بنحاول نفهم ازاي ممكن نجد حلول للازمه اللي بنعاني بيها دلوقتي او بيعاني منها النادي الاهلي. احنا خلاص مش هنتكلم عن فكره التلاحم وازاي ده ممكن يتحل من اصل المشكله، واتحاد الكره والكاف ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده يعني قتل بحثا ولحد دلوقتي ما فيش حل. خلينا اتكلم مع حضرتك في المشكله الحاليه، ازاي ممكن نحاول ان احنا يعني نلاقي حلول كده سريعه. فكرة ان انا عندي اجهاد بشكل كبير جدا، وعندي ضغوطات بشكل كبير جدا، وعندي اجهاد بدني ونفسي ليس فقط بدني، هل الحل من وجهة نظر حضرتك كابتن ماهر ان انا ابدا ادور على يعني تصعيد لناشئين، ابتدي اشوف، انا ما عنديش دكة بدلاء واساسي، بس ابتدي العب او اشارك بعض اللاعبين اللي هم يعني على دكة البدلاء إلى حد ما إن صح التعبير يعني، وابتدي أعمل روح جديدة في الفريق حتى عشان أريح اللعيبة الأساسية بتاعتي، ولا المفروض يحصل إيه عشان أحل الأزمة اللي حاليا أنا بعاني منها بقالي داخلة في موسمين أهو؟ هو قدرنا سبحان الله، لكن هو ده سمة البطل. الدنيا مش هتوقف يعني بعد رحيل موسيماني، جانا ريكاردو، التفكير طبعا من لجنة الكورة كابتن محمود الخطيب، وجود مدرب مدرسة جديدة، مدرسة برتغالية احنا تعودنا عليها مع مستر مانويل جوزيه،
برضك بتدي ثقه للعيبه، بتدي روح للعيبه. في بعض اللعيبه ما كانت مع مستر موسيماني ملهاش حظوظ او مش موجوده بصفه اساسيه، فالنهارده وجود ريكاردو بيدي ثقه لكل اللعيبه او فرصه، خلينا نقول فرصه لكل لعيبه بالظبط كده. اللي هيثبت وجوده هيبقى موجود، وده اللي حصل. يعني الراجل جه بصراحه، يعني طبعا هو جه في ظروف صعبه، لكن هو الراجل عنده شخصيه وعنده جراه، واتكلم في اكتر من مؤتمر وعنده فكر كابتن ماهر. يعني الراجل داخل قال لك انا عندي 1 2 3 4، انا ماليش دعوه باللعيبه الاساسيه مين ومش مين، انا اللاعب اللي هشوفه كويس هيكمل معايا. قال لك انا داخل اطور الكره المصريه، انا عارف في ثغرات في النادي الاهلي، انا عارف ان الجماهير بتبقى مش عايزه، او جماهير النادي الاهلي طبيعتها ان هي مش عايزه تخسر بطوله او مباراه. يعني الراجل داخل فاهم بالظبط، اتكلم عن الاحمال، اتكلم عن حاجات كتيره جدا. وكمان نهواند هو شخصيته واضحه وعنده جرأه، وقال المدرب اللي مش شغالش تحت ضغوطات بقاش مدرب. فانا جاي في ضغوطات، عارف ان انا في فتره مرحله انتقاليه، عارف ان النادي الاهلي عنده اصابات في بعض النجوم المؤثرين، لكن انا برضك جاي وعندي مشروع، والمشروع ده منه تحديث. هلعب كوره، انا عارف جماهير النادي الاهلي متشوقه للكوره الجميله، طالبه 3 نقاط المكسب، وفي نفس الوقت طالبه الاداء، وده اللي بفكر فيه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. هو بالنسبه له بدا يحط ايده، احنا شفناه اول مره في الاداره الفنيه ماسك ورقه وقلم وعمال يدون كل يعني الحاجات السلبيه. اللقطات النادره دي على فكره مش كو يعني وحظه مش كومن، او يعني مش معتاد انك تشوف لقطه زي كده. لكن واضح ان هو جدي وعايز يعني مستناش بقى الراجل المحلل الاداء يقول له، هو من نفسه شغال، وراجل قاعد فوق كمان برضك بيشغل معاه، والحاجات دي كلها بتفيده بشكل كبير، ان هو عارف ان الناس مستنيه النتيجه بسرعه. فعلم التدريب بيقول المدرب ممكن يقعد 6 أسابيع لحد ما يبان فكره يبان شخصيته. لا، هو حط الكلام ده على جنب وقال لك من اول اسبوع، من اول مباريتين لازم يبقى لي بصمه على فريق النادي الاهلي، وده واضح من خلال شخصيته، ومن خلال حتى كمان انا وانت طريقه لعبه. يعني بدا احنا بنلعب بطريقه 4-2-3-1 مع مستر موسيماني، هو شاف ان طريقه 3-4-3 ممكن تكون طريقه افضل للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. برضك التغيير من طريقه لطريقه بيحتاج وقت، لكن هو عارف ان الوقت مش هيساعده كل 3 أيام مباراه، فالراجل بدا يحفظ لعبته على هذه الطريقه. طب ما هي دي النقطه كابتن ماهر، هل كان صح ان هو يحفظ اللعيبه على طريقه لعب جديده، خصوصا ان هي بتحتاج لوقت برضو يعني ومساحه عشان اللعيبه تقدر ان هي تاخد على طريقه اللعب دي في الفتره الحرجه اللي هو جه فيها، ولا كان المفروض يكمل بنظام او بفكر موسيماني 4-2-3-1 اللي اللعيبه الى حد كبير في الفه او في خبره عنها؟ يعني وجهه نظرك ايه؟ هو طبعا الاثنين صح، يعني طريقه موسيماني في 4-2-3-1 مشينا بيها وفوزنا بيها 6 بطولات واللعيبه بدات ترتاح ليها. لكن عايز اقول لك انا هوندي لعيبه النادي الاهلي من خيره اللعيبه، من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم العربي وفي الشرق الاوسط وافريقيا. اي طريقه لعب هتبدا تنقلي ليهم، لان هم لعيبه دوليين. بس في ضغط دلوقتي وفي اجهاد، ده اللي انا اقصده. عندك ضغط وعندك اجهاد، فبس ده السؤال. وهو الطريقه دي عايز يقلل الاجهاد فيها، الاجهاد على اللعيبه في حته المساحات والجري كتير، عايز يقللها، يقرب الخطوط من بعض، وفي نفس الوقت عنده الاستحواذ وعنده البساط والتسليم والتسلم، وبعدين الجمل التكتيكيه اللي احنا متعودين عليها. انا شايف ان المباراه اللي فاتت ديت في حركه وفي نقله وفي طريقه وفي يعني تجانس بين اللعيبه وبين بعض. يعني الشوط الاولاني والشوط الثاني حاسين ان في حركه. ممكن الشوط الاولاني اتاخر، الاهداف اتاخرت، لكن تحس ان في حاجه مثمره خلال الشوط الثاني. فانا عايز اقول ان طريقه 3-4-3 دي طريقه هتريحنا خلال الفتره اللي جايه. وبعدين هو كمان عنده المرونه التكتيكيه نهواند، ان هو ممكن يجا للطريقه الاولانيه لو هو حس ان الطريقه دي يقدر يغير بالظبط، يعني يقدر يغيرها من خلال مشواره خلال الفتره اللي جايه. ايوه. طيب احنا عندنا بقى المقصه، وطبعا احنا خلاص يعني
فكره ان انت تبقى داخل ماتش طول ان الماتش ده في جيبي رغم ان فروقات طبعا ما بين الاهلي والمقصه وهو بيتذيل يعني الترتيب، لكن مفيش حاجه مضمونه، واكيد المقصه داخل عايز يهرب من ان هو يسقط للدور الثاني يعني. فخليني اعرف من حضرتك وجهه نظرك النهارده المباراه، سير المباراه ازاي، وهل هناك يعني تيسير سيوله في اللعب، سواريش هيبقى فكره هجومي ولا مش فارقه كده كده الماتش محسوم، خليني اعرف منك. هو في المباريات اللي بالشكل ده زي مباراه الجونه، احنا قلنا مباراه الجونه محتاجين ان احنا نفتح ناخد ثلاث نقاط ونفتح عشان يعني ننسى اللي فات ونبدا ناخد ثقه. وحصل. المباراه دي هتبقى بنفس المستوى. اوكي. انت بتقابلي فرقه برضك فعلا ما عندهاش حاجه تبكي عليها. هو هيلعب قدام النادي الاهلي مريح، عايز يظهر بمظهر جيد، اللعيبه بتعرض بضاعتها، بتعرض نفسها، خلاص نزلت ما فيش حاجه بتفرق معاها، دخل فيها جول زي اتنين زي ثلاثه. الكلام ده كله مش فارق مع المقصه. لكن مع النادي الاهلي في احترام. احترام لشخص المقصه، ازاي احترمه كويس؟ ازاي تبان شخصيتي؟ ازاي تبان دوافعي من خلال بدايه المباراه؟ ازاي زي ما احنا قلنا في كل الاستوديوهات التحليليه النادي الاهلي بيكسب في اول ربع ساعه او ثلث ساعه الضغط اللي بيبقى على الخصم من بدايه الربع ساعه الاولى او ثلث ساعه، هو ده اللي بيديكي المبادره، ده اللي بيديكي الثقه. لما بتجيبي جول الدنيا بتتكشف، بتتفتح اكتر، بيضطر الخصم يحاول انه يهاجمك، خطوطه بتبدا توسع، بنبدا نجيب هدف تاني، الدنيا يعني بتمشي. طول ما المباراه مع هدف في الشوط الاولاني مفيش اهداف، كل ما بتاخد ثقه لفرقه المقصه وانت بتزدادي عصبيه وبتزدادي تسرع واستعجال. فعشان كده هو ممكن يعني مع فرق المستوى ما بين الاهلي والترتيب في الجدول والمقصه، اصلا احنا ما نحرزش اهداف كمان من الدقائق الاولى في الشوط الاول، يعني انا ما اعتقدش ان ده السيناريو اللي ممكن يتم. هو 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 المقصه اكيد هينزل يعمل حسابه في الحته دي ان هو عايز يدافع عشان ما يجيش فيه جول ويبدا يفتح. ده اكيد النهارده اكيد هيكون. واحنا بالنسبه لنا التعليمات اللي مستر ريكاردو من للعيبه ان انا عايز اضغط من بدايه المباراه عشان اغلط الخصم واقدر انول منه واقدر اجيب هدف يفرق معايا. يعني ان شاء الله توقعاتك النهارده. انا بحب التوقعات مع كابتن ماهر، ما اعرفش ليه. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. انا عندي احساس النهارده باذن الله ان احنا نقدر نجيب ازيد من هدفين في المقصه، خصوصا المقصه برضك ما عندهاش لعيبه من اللعيبه اللي عندها خبره، معظمهم ولاد صغيرين، حصل احلال وتجديد في الفريق، حتى الاداره الفنيه برضك حصل احلال وتجديد فيها. فالنهارده مهم جدا نهاوندي الثلاث نقاط، ومهم جدا الاداء، اللي زي ما قلت لك المباريات اللي جايه كلها مباريات كؤوس. ايوه انت يعني انت بتاخدي ثلاث نقاط والاداء وبعدين بتفكري في المباراه اللي بعد كده. فالنهارده كل تركيزنا على المقصه، ازاي نادي مباراه بطريقه مستر ريكاردو 3-4-3، وحتى اختياره للعيبه في خلال هذه الفتره هو شايف ان اللعيبه اللي هي جاهزه، اللعيبه اللي هي فت، اللعيبه اللي اجتهدت في التدريب، هو بناء عليه بيبدا يديها فرصه وبيشركها. وزي ما انت قلتي ان في بعض من الناشئين برضك لازم يبقى لهم دور خلال الفتره الجايه، برضك هو عينه على الناشئين، بيختار الوقت المناسب اللي بيشرك فيه الناشئ. الوقت المناسب اللي بيشرك فيه الناشئ لازم تكون كسبانه، عندك ثبات في التشكيل، عندك لعيبه عندها خبرات موجوده داخل الملعب عشان تقدر تشيل اللعيبه الناشئين في اشراكها في الوقت المحدد ليها. كل اللعيبه دلوقتي بتحاول تقول انا عايز ابقى موجود بصفه اساسيه عشان طبعا تنول اعجاب الراجل، الراجل هيدي فرصه لكل الناس، هيحصل تدوير خلال الفتره طبعا للعيبه، لان زي ما انت ذكرت عندنا 11 لعيب مصاب، لكن باذن الله رب العالمين احنا عندنا 25 لعيب يقدروا يعوضونا زمايلهم لحد ما اللعيبه دي ان شاء الله المستشفى دي تبدا تشفى. والله وترجع ان شاء الله. مش عارف يقول يعني حاجه محزنه جدا. لان احنا كل موسم بندخل والله يا كابتن ماهر بنقول يا رب ما يبقاش عندنا اصابه واحده، بتلاقي ان انت اصابه واثنين وثلاثه، بتوصل دلوقتي الفرقه كامله وفرقه اساسيه وانت في حاجه لكل خبره من خبرات كل لاعب فيهم. فالوضع طبعا صعب جدا، برده عشان الصوره تبقى واضحه اكيد حضراتكم عارفين الوضع صعب على سواريش وعلى الفريق
الفريق وعلينا. ف طبعا احنا ما عندناش رفاهيه ان احنا نخسر اي طبعا نقطه، لكن في نفس الوقت هي مهمه صعبه. خلينا نبقى عارفين سواريش برده جاي في مهمه وفي فتره صعبه جدا، عليه علاج بعض المشاكل اللي عندنا. احنا اتكلمنا قبل كده مع حضرتك، انا فاكره في فكره هنا الفاينل تاتش او الفينال بتاعنا عندنا في مشكله، احنا بنلعب كويس جدا بتيجي توصل بعد كده خلاص ما اعرفش ليه ما بتكملهاش او الجمله ما بتكملش للاخر، عندك مشكله في الجمل الهجوميه، عندك بعض المشاكل. يعني هل بتعتقد برضو، ده سؤالي وربما هيكون سؤالي الأخير كابتن ماهر لأن الوقت تقريبا خلص، هل بتعتقد سواريش في الفترة القصيرة دي ومع تلاحم المباريات اللي احنا بنتكلم مفروض مينيمم يبقى 5 أيام بين مباراة ومباراة، احنا بنلعب كل 3 أيام فده برضو حمل زيادة، تعتقد ان هو يقدر في فترة صغيرة زي كده يقوم الفريق على رجليه بمنتهى الصراحة؟ هو حط ايده بصراحة يعني بدأ يشتغل في الحاجات اللي هي الأخطاء الدفاعية، بدأ يشتغل عليها فردية مع الأفراد ثم جماعية، وبدأ يخش على نص الملعب نفس الكلام بالنسبة للأخطاء الدفاعية والأخطاء اللي بتحصل وبدأ يشتغل عليها. العقم الهجومي بدأ يشتغل عليه نظام الجمل، احنا شفنا الكور الثابتة في مباراة الجونة بقالنا فترة، الكور الثابتة إذا كانت كورنر أو فولات جانبية أو فولات مباشرة بدأ يشتغل عليها، فده بيأكد لك نهوان إن الراجل فعلا حاطط إيده، وإن الراجل في كل واحدة تدريبية بياخد منها 10 دقايق بيبدا يعني يعالج الاخطاء الدفاعيه وبيبدا يشتغل على التلت الهجومي بالنسبه للجمل التكتيكيه اللي احنا متورثينها وحافظينها بيشتغل عليها بشكل ايجابي. فانا شايف ان الراجل يعني بصراحه مجتهد جدا وعنده ثقه كبيره جدا في لعيبته وعنده ثقه كبيره جدا في نفسه وجهازه الفني، وفي نفس الوقت عنده ثقه في الجماهير اللي هو شايفها جماهير بصراحه بتحرك الصخر زي ما بيقولوا. أيوة. جماهير النادي الاهلي صحيح. اللي مساند اللعيبه بشكل كبير، فانا شايف ان الفتره اللي جايه من بدايه زي ما قلت لك كل مباراه 3 نقاط مهمين جدا، مباراه كؤوس انا شايف مباراه لمباراه النادي الاهلي هيوصل للمكانه اللي هو بيسعى ليها وهي بطوله الدوري العام اللي هو الهدف الاكبر بالنسبه له. وسواريش كده كده لو طبعا هي مهمه صعبه على الصعيد الثاني هو متوفر له كل حاجه يعني بالزبط. برضو مجلس الاداره والجهاز الفني، وهو ما اعتقدش في معلومه يعني حد اتاخر عليه فيها، كابتن سامي قمصان قام بدوره اكبر من اللازم، وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان، وكابتن سيد عبد الحفيظ لسه كنت هقول يعني ما فيش حد اتاخر في بالزبط. الجهاز الفني ده اللي انا عايز اقوله، بالعكس الناس كانت يعني اللي هو زي ما بيتقال كده اطلب مني والمعلومه موجوده والدعم موجود وكل حاجه، فان شاء الله خير الفتره اللي جايه، نامل ذلك ويعود مره تانية. عادي جدا احنا ممكن ان احنا نتعثر لكن احنا بنرجع مره تانية، كل المطلوب هرجع كل شويه اقول نفس الجمله دي، الدعم ثم الدعم دلوقتي من الجماهير ومننا كلنا، مش محتاجين اكتر من كده، والباقي بقى على اللعيبه بصراحه وعلى الفريق ان هو يسعد الجماهير مره تانية زي ما هو معودنا. كابتن ماهر انا بشكرك جدا بجد، وان شاء الله خير، وشك بيبقى حلو علينا والله قبل الماتشات. ان شاء الله خير، ان شاء الله نبارك للنادي الاهلي باذن الله مباراه بعد المباراه، وان شاء الله باذن الله في الاخر البطوله باذن الله بطوله الدوري العام ان شاء الله نحتفل بيها في النادي الاهلي يا رب، لان ده المكان الطبيعي يا جماعه، احنا مش بنقول حاجه يعني بره بيتها. خلينا نروح فاصل وهينضم لينا بعد الفاصل دكتور علاء، خليكم معانا. برحب بحضراتكم، والفقره الاخيره الطبيه، وهنتكلم بقى في ملف مهم جدا وجديد، اهميه الميه للجسم وايه الاحتياج اليومي وهل في ساعات معينه وايه علاقتها بالنزول في الوزن وحاجات كتيره جدا خاصه بالميه غير المعلومات المعتاده اللي احنا نعرفها عن اهميه شرب الميه. اوعد حضراتكم اكيد هيبقى في معلومات مختلفه. خلينا نرحب بدكتور علاء الدين احد اخصائي التغذيه العلاجيه واللي هو بينورنا كل فتره معانا في 10 الصبح. بونجور يا دكتور. صباح الفل عليك. ملف والله مهم جدا، بس على فكره انا مش عايز بقى انوركم كل فتره، عايز كل يوم. اقول لك انا ليه، لان انا اولا ببقى في قمه سعادتي لما بكون معاكي، وببقى في قمه سعادتي لما موجود في قناتي قناه الاهلي نادي القرن ومصدر السعاده بالنسبه لي، فطبعا بالتاكيد الواحد بيبحث عن السعاده. منورنا والله. ايوه ده مكانك يبقى بقى على طول بقى. قناه الاهلي مكان كل اهلاوي بغض النظر طبعا عن اختصاصه، منورنا اكيد. وملف مهم النهارده بنتكلم عن اهميه شرب الميه، الناس عارفه ان الميه مهمه للجسم، دي معلومه عندنا كلنا، بس ما نعرفش تفاصيل بقى الميه فايدتها ازاي وازاي ممكن ان هي تؤثر كمان على الحاله النفسيه، شوف بقى الربط. خلينا نبدا باهميه الميه وبعض المعلومات كده دكتور علاء، وهل في مواعيد اصلا الميه ولا لا، وهل شرب الميه بزياده قوي بيعمل تسمم، لان دي برضو معلومه انا كنت لسه عارفاها قريب. تمام،
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. يعني اذن الميه كل شيء حي من الميه. حضرتك تكتشفي ان جسمنا احنا عباره عن من 60 ل 65% عباره عن ميه. يعني جسم الانسان من 60 ل 65% منه ميه. دي رقم واحد. رقم اتنين، هو في الحاله العاديه بتاعت الانسان هو بيستهلك من 8 ل 10 كوبايات في اليوم. دي في اللي هي علشان الجسم يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته، تمام؟ واحنا في اثناء الحلقه دايما هنتعامل مع بعضينا بمعادلات وبتجارب. كويس، حلو قوي. دلوقتي انا في حاجه بسيطه جدا اعملها كل يوم الصبح، اعرف هو انا جسمي في المعدل الطبيعي من السوائل ولا دخلنا على الجفاف. حلو قوي. اللي هو لون اليورين الصبح، اللي هو أوكي. لون البول. لو لون البول اللي هو اصفر ليموني يبقى انا جسمي اللي هو الفاتح يعني. الله ينور على حضرتك. اذا في المعدلات الطبيعيه من السوائل. اوكي. طيب لو انا جسمي لو اللون البول طلع بقى اللون هو لون التفاح، لون عصير التفاح، يبقى خلي بالك انت داخل على مرحله الديهايدريشن اللي هي مرحله الجفاف. يبقى خلي بالك انت يعني كل ما يبقى فاتح كل ما يبقى غلط؟ طب لا، كل ما يبقى فاتح يبقى كويس. اوكي. خلي بالك لون العصير، لون العصير هيبقى غامق، لون عصير التفاح غامق. جديد عصير التفاح. لا، لون البول اللي هو الصبح اللي على الريق لما يبقى لون الاصفر الفاتح. أوكي. يبقى انت السوائل في جسمك بصوره طبيعيه. لو غامق يبقى لو الغامق خلي بالك انت داخل على مرحله الديهايدريشن اللي هي مرحله الجفاف. طيب دلوقتي في معادله انا اعرف منها احتياجاتي في اليوم قد ايه. تمام. معادله بسيطه جدا. خلي بالك دايما في التغذيه العلاجيه هتلاقينا دايما بنتعامل معادلات، بس معادلات سهله وهي اساسا مبنيه على الوزن وعلى الطول. اوكي. وهثبت لك دلوقتي ازاي مبنيه على الوزن وعلى الطول. هنحسب كل حاجه. حضرتك انت بتجيب وزنك. وعشان كده احنا اتفقنا على ثقافه الميزان لو تفتكري. أيوة. ان الميزان لازم ان انا يبقى عندي ميزان في البيت، وبوزن نفسي في يوم ثابت بلبس ثابت في مكان ثابت في الشقه. هو اول مره قبل الفطار اول مره مره في الاسبوع. انا وزني السيد طلع 80 كيلو. طب خلينا نحسب بقى مع بعض. 80 أوكي. كيلو بس لا ما 80 ده كتير. 70 60. انا 65. هحسب عني انا 60 ماشي على 10 على 8 ديفايدد 8 ليه؟ لا هو لا على يعني ملتبلاي ولا ديفايدد؟ طيب ديفايدد 8. ليه 8؟ هو المعادله بتقول كده. طيب. هيطلع لك رقم، الرقم اللي طلع عند حضرتك كام؟ 8.125. حلو قوي. انت محتاجه تشربي في اليوم تزودي على دول كوبايتين كمان 10 كوبايات في اليوم. 10 كوبايات ايه ده؟ حلو ده، حلوه دي. احتياجاتك من الميه. حلوه دي قوي. طب معلش 8 كوبايات او 10 ده عباره لو هنتكلم عن اللتر الميه. هو ممكن داخلين في 2 لتر 2 لتر ونص. يعني ازازتين كبار تقريبا. ازازتين كبار. بس خلي بالك انا ليه بقول كوبايات ميه، ما اقولش ليه لتر او 2 لتر. لان برضو في ناس تيجي تقول لك ايه يعني انا اروح جاي فجاه اجي على طول اليوم ما اشربش ميه واروح شارب 2 لتر. لا ده لا، ده كلام مش مظبوط. انا لما بقول له 10 كوبايات ميه لان هم برضو بيتاخدوا بطريقه معينه. ازاي الطريقه المعينه؟ اللي هي قبل الفطار بساعتين، قبل الفطار بنص ساعه، وقبل الغداء بنص ساعه، وقبل العشاء بنص ساعه. ده يخليني معدتي تقفل كمان. ما هو عشان كده حضرتك هنعرف في الجزء الثاني من فقرتنا النهارده. ان احنا لما نيجي نتكلم عن علاج السمنه انا باخد بشرب الحل اللي عندي بشربه على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص ساعه. هي كلها مرتبطه ببعضيها. طب خلينا بقى طالما مرتبطين ببعضيها وبنتكلم عن باستا، وهذا المنتج اللي بيساعد بشكل كبير جدا على العديد من الامور اللي منها فقدان الوزن، ان هو بيقفل المعده زي ما بيتقال كده من الالياف اللي موجوده فيه. أيه. طيب نفهم دي بقى اكتر. بس خليني الاول انا مبسوط ان انت بقى عندك كمان ثقافه عن باستا. انا دكتوراه دلوقتي يعني دكتوراه في باستا. خلي بقى حاجه من ضمن الغلطات اللي احنا بنقع فيها، هو انا لما اجي انزل وزني انزله ميه ولا انزله دهون؟ ايوه نقطه حلوه. ابتدي دهون بقى ميه ده برافو عليكي. لا ينزل كتير. ينزل دهون. وخلي بالك في بعض الاحيان يجي لي العيان يقول لي يا دكتور انا عايز انزل بسرعه. سهل قوي على فكره. دي الميه هتخليك تحس انك خسيت. بس انت ان جنرال انا نزلت ميه ما نزلتش دهون، وتنزيل الميه ده بيدخلني في مشاكل تانية. صح. ان انا بفقد املاح، وتلاقي بيجي لي كرامبات غير عاديه. ده انا الراجل اللي جاي لي ده او الست اللي جاي لي دي، ده انا بحاول ألصمها في ان هي تشبط معايا في نظام غذائي وتخس. فلما اقول لها انزلي ميه، نزلت 5 6 كيلو في شهر وهي فرحانه، بس هترجعهم تاني وترجعهم بسهوله، غير الاثار الجانبيه الخطيره ان انا نزلتها ميه. أيوة. يبقى انا بنزل ايه؟ بنزل دهون، صح كده؟ صح. يبقى اذا انا لما اجي ادي مستحضر او اجي حاجه طبيعيه
تشتغل على الدهون ما تشتغلش على الميه. لان سهل قوي حضرتك ان انا اديك حاجه تدخلك الحمام كتير يورين اللي هو البول وتخسي، بس دخلنا في كرامبات. عشان كده حتى بما ان احنا في قناه النادي الاهلي وقناه رياضيه هتلاقي دايما ليه رياضيين بيشتكوا من الكرامبات اللي بتحصل. هو بيعرق كتير فبيعرق فبيفقد نوع من انواع الاملاح، من ضمن الاملاح دي هي البوتاسيوم، فدخلنا في الكرامبات. انا هنا بقى لا، انا بحرق لك دهون. أيوة. ليه؟ لان ما السعرات الحراريه اللي بتاخدها لما بتخزن عندك بتتخزن في صوره دهون تحت الجلد. يبقى انا لما اجي بقى اخس دهون ولا اخس ميه؟ لا، اخس دهون. صح. هو ده بقى اللي بيستا بيعمله. حلو. هو بيستا ما بيشتغلش على ميه، بيشتغل على دهون. بيشتغل على دهون ازاي؟ نتيجه لمكوناته. مكونات اللي هي عباره عن ايه؟ اللي احنا اتكلمنا ان هي عباره عن شوفان ورده القمح، تمام؟ دول بيشتغلوا اللي هما بيسموهم الالياف الذوبه والغير ذوبه. الالياف دي بتعمل ايه حضرتك؟ بتعمل هو شوفان وسيليوم ورده القمح، خلي بالك عشان في مكونات تاني. طبعا. دول اللي هما بيسموهم الالياف، منهم الشوفان ده بيعتبر الياف ذوبه. وبنيجي نتكلم عن رده القمح الياف غير ذوبه. ايه بقى الالياف الذوبه اللي بتعملها بقى اللي موجوده في بيستا؟ ان هي بتزود في عمليه الحرق وبتمنع امتصاص الدهون، بالاضافه ان هي حضرتك لما بتاخديها، نرجع تاني بقى لموضوع الميه، لما حضرتك بتاخديها على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص ساعه بتنفش في المعده فبتملى المعده، فانت حضرتك قابليتك للاكل هنا ايه؟ بتقل. او احتياجاتك من كميات الاكل بتقل. يبقى بس هنا اشتغلت على الدهون ولا اشتغلت على الميه؟ لا، الدهون. اشتغلت على الدهون، وهو ده اللي احنا عايزينه. صح. طبعا الالياف الغير ذوبه ميزتها برضو بتعمل ايه؟ ان هي بتنتقل من المعده اللي معاها في صورتها، فبتخلي الانسان يتخلص من الفضلات بتاعته بصوره طبيعيه. وده على فكره هتلاحظوه مع بيستا من اول ما تاخدوه. يعني حضرتك لما تاخدي بيستا هتلاقي نفسك انت بتخشي الحمام بصوره منتظمه بصوره طبيعيه. يبقى انا اتخلصت من الفضلات، تمام؟ يعني ده حاجه مجمعه زي ما بتقال، فوائد مش بتقصر بس انا بخس، انا بخس وبنظف جسمي وبشكل سليم وما بخسش الميه. كمان في حته ان انا يبقى عندي اللي هو نوع من انواع الهزلان، لا خالص. انت بتبقى بتفقد دهون بس بتحتفظ على صحتك، لان هو بيديك طاقه داخليه وليس طاقه خارجيه. صح. طب هو مش كده وبس حضرتك. أتفضل. انا عجبتني صح دي، عارفه صح دي ليه؟ دي انعكاس ان واضح ان حضرتك استخدمت البيستا. انا استخدمته. ده انت جبته لي هديه يا دكتور. ده اللي انا لاحظته بقى. نرجع تاني. طب حضرتك لا بس عن حق والله، يعني انا استخدمته وانا بس ما استمرتش عليه، بس لما استخدمته فتره فعلا بجد انا يعني كنت مبسوطه. حضرتك بتنزلي بتخسي بصوره طبيعيه، الوجبه بتاعتك بجد بصوره طبعا حضرتك قابليتك للاكل هنا هتقل. بس بتاخدي، لان هو خلي بالك المدرسه الحديثه في الخسسان ايه؟ هو ان انا اقلل كميات مش امنع، لان انا لما امنع دي هخش في حاجات تاني، مشاكل تاني وبرضه حلها معانا. صح. ان انا افقد فيتامينات ومعادن. صح. وانا محتاج الفيتامينات والمعادن. طيب هل بيستا وقفت على كده بالالياف؟ لا. ليه؟ بيستا فيها ثلاث عناصر تانيين، فيها الكروميوم 500 مللي جرام، وده اعلى تركيز موجود في اي مستحضر موجود في مصر. على فكره الكروميوم دي هي ماده طبيعيه موجوده في جسم الانسان، بس طبعا مع العادات السيئه ومع مع السن الماده دي بتقل. الماده دي لما بتقل هي الماده دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله ان هي تعمل تحرق النشويات. النشويات اللي هي المصدر الاساسي للسكر الجلوكوز اللي هو بيتحول في الجسم لدهون لو احنا ما تخلصناش منه. وعشان كده بعد كده هنتكلم على فكره في حلقه عن مقاومه الانسولين، حلقه مهمه جدا بقى. تمام. بالاضافه للكروميوم عندنا حاجه اسمها الفيتامين سي. فيتامين سي بقى خلي بالك ده بيستا الايام دي ليها دور مهم جدا. مش احنا الادوار التنفسيه او امراض الجهاز التنفسي انتشرت اول فتره دي نتيجه للفرق بين درجات الحراره في التكييف وفي الشمس. انت محتاج تدي مستحضر يخسسك ويقوي مناعتك. فيتامين سي اللي موجود في بيستا بيعمل الدورين دول، هو بيزود عمليات الحرق وبيقوي المناعه. هو ايه اللي مش في بيستا بقى؟ لا على فكره، على فكره ومستو ان انت بتاخد حاجه طبيعيه وبتخس من غير ما يبان عليك تعب، لان في ناس بتخس وبتلجا لدايت بتحس ان وشها ايه ده انت ليه عامل كده. فدي خلي بالك احنا مهمة. احنا في مره هنتكلم على حلقه بما ان احنا في قناه ان احنا هنتكلم على تغذيه الرياضيين، هتكتشف ان بيستا مناسبه جدا للرياضيين. ليه؟ لان فيها ماده ثالثه اسمها الالي كارانتين. الالي كارانتين دي اللي هي مسؤوله عن افراز الطاقه من العضلات. ودايما بتوع الرياضيين بيحبوا حاجه تديهم طاقه في العضلات عشان يقدروا يقوموا بالاكسرسايز بتاعهم. وحاجه طبيعيه يعني. لا ده احنا عملنا كده 7 حلقات جايه بقى. لا ما احنا ما مش انا قلت لك هجي لك كل يوم. احنا مع بعض. احنا هجي لك كل يوم. بص بقى يا دكتور علاء، لان احنا بنحب برضو جزء يبقى نظري. تمام. وجزء عملي. احنا خلينا نروح نشوف حاله جربت بيستا وخست، وقبل وبعد هتشوفوا حضراتكم الصوره بشكل يعني حي زي ما بيتقال علشان الكلام برضو يبقى ليه مصداقيه. خلينا نتابع ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا
وازاي ساعدك تخسي. أميرة أبو شوشة، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط، فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا. حلو قوي ان الواحد يشوف عملي كمان، الناس تجربتها مع منتج معين. خليني اروح معاك لان قلت نقطه مهمه جدا احنا هنحاول نقولها في عجاله برضو، ازاي ممكن من العضلات اطلع طاقه، لان دي ممكن اي حد يبقى حابب، الناس اللي الرياضيين على المستوى الاحترافي او الاماترز العاديين يعني. تمام، بصي خلي بالك انا التقرير على فكره انا اول مره اشوفه معاكي، انا ما كنتش شفته قبل كده. وعجبني كلمه قالت فيها ايه، انا كنت داخله على بطوله وخدت بيستا، وانا من شويه قلت لك ايه، ان بيستا على فكره مناسبه كمان للرياضيين. لما نيجي نعمل تغذيه الرياضيين في حاله من الحالات هنشوف ازاي بيستا مناسبه للرياضيين. هي قصه كلها ان العضلات دي بتحتاج الطاقه بتاعتها، بتحتاج طاقه عشان تشتغل. الطاقه دي لازم تاخد حاجه تساعد في تحرير هذه الطاقه، هو الال كارانتين بيعمل كده. ده مش كده وبس، ده في ناس تاخد ال كارانتين لوحده بيبقى كونسنتريتد او طبعًا. يعني مركز. لا ده في حاجه كمان حريك، بيستا الامراض اصحاب الامراض المزمنه، يعني مريض الكبد اللي هو بيبقى عنده حته العضلات عنده فيها وهن شويه مش تعبانه عشان الطاقه بالزبط. لما هياخد بيستا على فكره بيستا هتزود حرق اللي عنده فهتديله طاقه في العضلات. فالنهارده الالي كارانتين هو مسته ان هو بيعمل ايه، بيعمل تحرير للطاقه في العضلات. بس بدوزز قد ايه يعني، بنسبته قد ايه عشان هو اللي بص حضرتك اللي موجود في بيستا ودي اللي هي الديلي ريكوايرد دوز اللي هو الدوز اللي الانسان بيحتاجها اللي هي 50 ملي جرام وقد تصل الى 100 و150. عشان كده حتى بنقول بيستا ممكن تتاخد 3 مرات في اليوم قبلك يعني توصل للالي كارانتين اللي هي ال 150 ملي جرام اللي هو محتاجها علشان يشغل العضلات بتاعته. حلو قوي. تمام، دي بيستا. وخلي بالك لو تلاحظي معلش لما نيجي نتكلم على بعد كده على مقاومه الانسولين هنعرف برضو بيستا ازاي مناسبه لمقاومه الانسولين. وعلى فكره انا بس هديك معلومه كده على الماشي على مقاومه الانسولين معادله برضو كلها معادلات بسيطه، ان انا بقيس المقياس القصر بتاعي الايه بجيب المزورة اللي هي الوسط كده بقيسه الخصر يعني بقسم الطول بقسم المقاس ده على طولي للرقم اللي يطلع. لو طلع نص او فيما فوق يبقى خلي بالك وارد جدا يبقى عندك مقاومه الانسولين ولازم تروح تعمل معمل عشان تعمل. يا بتتقاس من الوسط؟ طبعا. معقوله؟ هنتكلم بقى، خلي بالك انا عامل انا اول مره اعرف المعلومه دي، شفت حضراتكم معلومات جديده بس انا نفسي اول مره اعرف. طبعا هو لما نيجي نتكلم عن مقاومه الانسولين بالتفصيل هتعرف ان هو مشكله ان اعراض من ضمن اعراض مقاومه الانسولين بتلاقي الترهلات موجوده في منطقه البطن ومش ماتشنج مش ماشيه مع جسمك. يعني انت ممكن تلاقي واحد رفيع بس هو عنده المنطقه بتاعه البطن دي كبيره جدا. ما هي كل واحد بيبقى عنده توزيع دهون مختلف بس لو بس حد توزيع دهونه مش بتبقى في منطقه البطن مثلا لا دي مش برضه هيبقى تقاس بهذا الشكل. طب ولا طب انا هنقولها في حلقه جايه. طب حمسنا كمان يا دكتور. ماشي تاني خلي بالك احنا كده اعتقد ان احنا وقلنا الدوز بتاع بيستا. ايوه ان انت بتاخد الباكو تحطه على كوبايه ميه بنص كبيره ساعة. قبل الاكل بنص ساعه هتلاقي نفسك انت كميه الاكل اللي بتاخدها قليله وفي نفس الوقت انت مش حاسس حاسس بقوه يعني عندك، لان هي اتفقنا اللي هي مصدر طبيعي للتخسيس وكمان مصدر للطاقه. طيب في حاجه منتشره جدا الايام دي وانا لازم اتكلم عليها. اتفضل. خبر طبعا. تمام، هي دايما في الوقت ده من ضمن الاوقات اللي هتلاقي الامراض الجهاز التنفسي بتزيد. ليه برضو؟ ببساطه شويه جدا عشان بس الناس ما تقلقش، سواء كانت كورونا او غير كورونا مش دي قصتي، لان خلي بالك في الصيف الناس بتشغل التكييفات كتير زي ما حضرتك قلت لنا دلوقتي وبتطلع في الشمس او بتطلع في اختلاف درجه حراره كبير جدا فانت عرضه يجي لك امراض الجهاز التنفسي. طيب ايه الحل بقى؟ ايوه لسه كنت هقول لك بقى ناخد القلب مالتي فيت. لسه والله يعني مع بيستا انا ممكن اخد قلب مالتي فيت كمكمل غذائي وفي نفس الوقت يمنحني كل الفيتامينز اللي انا محتاجها مع بيستا، ما بيتعارضوش مع بعض. حضرتك لو بصيتي حتى على الشكل القلب مالتي فيت تقول لك ايه، وبيقوي المناعه. ليه بيقوي المناعه؟
ما هو انا خلي بالك انا برضو لما اقول حاجه اقول ليه بالظبط. الزنك وفيتامين سي. الزنك بيمنع تكاثر الفيروسات جوه الخليه. يبقى انا النهارده لو اصبت بفيروس، الفيروس ده محتاج على فكره خليه عشان يتكاثر فيها. انا بقول له لا، انا عندي الزنك اللي موجود في القلب مالتيفيت مش هيخلي الفيروس يتكاثر جوه الخليه. تمام؟ فيتامين سي بنسبه قد ايه الزنك؟ انا مش فاكر النسبه بصراحه بالظبط، بس بالنسبه اللي هي الجسم محتاجها دي، الجسم اللي هي محتاجها في الكبسول الواحده. تمام. نيجي للفيتامين سي. فيتامين سي نفس القصه، بيقوي المناعه. صح. بس هو بقى بيخلي الفيروس ما يخشش جوه الخليه. يبقى انا اشتغلت ان الفيروس ما يخشش جوه الخليه، ولو دخل جوه الخليه انا معايا الزنك بالزبط. اللي بيمنع تكاثر الايه الفيروس. حلو قوي. تمام. يبقى الايام دي هي احنا في اشد الاحتياج ان احنا ناخد القلب مالتيفيت، حتى لو انا ما عنديش دور برد او مش بشتكي من جهاز امراض جهاز تنفسي، انا باخده كوقايه. كويس. ان انا كل يوم الصبح بعد الفطار بنص ساعه باخد قرص المالتيفيت، القلب مالتيفيت ده بيمنحني الفيتامينات والمعادن اللي انا محتاجها، واللي كمان بتزود المناعه بتاعتي اللي انا محتاجها الايام دي. رائع جدا. يعني لا غنى عن الاثنين، او يفضل ان الاثنين يتاخدوا مع بعض. والقلب المالتيفيت بيلعب دور تاني. ايه هو بقى؟ طب انا النهارده انا بقول ان اخد البيستا علشان عايز اخس، لما اجي اديك فيتامينات ومعادن اللي انت احتمال تفقدها، لازم اديك فيتامينات ومعادن كمان تزود عمليه الحرق وعمليه الخساسات. صح. تمام. موجود النحاس اللي فيه. النحاس اللي فيه من ضمن الحاجات المفيده بالنسبه للنحاس، غير ان هو بيقلل اعراض الشيخوخه، بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه. والغده الدرقيه دي من ضمن الاعضاء المسؤوله عن، او من ضمن الغده المسؤوله عن الحرق. ايه المكون اللي فيه اللي بيساعد؟ اللي هو النحاس. النحاس اللي هو الكبر. اللي هو النحاس الكربون. الكبر. الكبر. أوكي. الكبر ده اللي هو النحاس. النحاس اللي فيه من ضمن الافاده اللي بناخدها من النحاس، ان هو بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه، والغده الدرقيه من ضمن الغدد اللي مسؤوله عن تحسين عمليات الحرق. صح. الناس اللي عندها مشكله في الغده الدرقيه اصلا بيبقى عندهم مشكله في الحرق. عشان كده انا اول حد بيجي لي اي بي سي لازم اقول له تحليل. اعمل لي تحليل الغده الدرقيه وفيتامين دي وتعالى لي. صح. فيتامين دي بقى ايه؟ هل برضو القلب المالتيفيت حل المشكله دي؟ لان هو فيه كالسيوم. تمام. يبقى انا النهارده بديك مجموعه متكامله، مجموعه تخسسك، ومجموعه فيتامينات ومعادن، بالاضافه ان هي بتقوي المناعه بتاعتك وهي مصدر الطاقه، هي برضو بتساعد في موضوع الخساسات. دكتور علاء والله انا الوقت خلص. لا ما تقولش الحلقه خلصت. لا والله الحلقه خلصت. انا استفدت جدا بجد، واعتقد الساده المشاهدين كمان. اشوفك ان شاء الله في ملف جديد، حلقه جديده ان شاء الله. نورتنا يا دكتور علاء. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا الاسبوع ده كله، بس مش الحلقه دي كمان، الاسبوع كله. ونشوفكم ان شاء الله انا وكريم باذن الله يعود مره ثانيه يوم الاحد، وحلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي. مع السلامه.